يعني زوز تغييرات اضطرارية وثلاثة تغييرات في المباراة ككل. قبل هذا شوف يعني لقت هدف التعادل للترجي التونسي. شوف الدراج يسدد بقوة ترجع من بسام الصخيري في الاستقبال المهاجم العكيشي، يعد النتيجة هدف مقابل هدف، الهدف السادس للعكيشي في بطولة هذا الموسم. وهذه لقطة هدف الاتحاد المونستيري مهدي سعادة، التمرير بامتياز لحمزة المسعدي يوزع في الاستقبال حاتم آية الأشقر، هدف